لازم ندبر المصاري يا ماجد. طيب افترض دبرنا المصاري وعطينا لوضاح وجبلنا الملف واتمسكوا وتحاسبوا، ايه وبعدين؟ رح نرتاح كلنا. اخي خلاص انا رح دبر لك المبلغ. طيب كيف ومن وين؟ خلاص شو بدك انت؟ الا ما يلتقى احد قلبه على البلد. ايش وهاد؟ ايش وهاد؟ طول عمرك كفو شهم. كنت بدي اقول لك انه البلد ما رح تنسى لك المعروف ابدا. بس اكيد هيك سلبه ما رح تمر عليك بار. بس هيثم كانك انت مصعبها على حالك شوي، يا اخي رشتكي. انت مفكر الامر سهل لهالدرجه هاي؟ لك هدول حاسمين حساب لكل شيء. الله وكيلك حاسمين حساب لهيك لحظه انه حدا يشتكي عليهم. اخ بس ما راح تروح الا على البريء والمظلوم. هلا هن حابكينا صح ونحن بنحبك كمان. صحيح شو صار ببخره السكر؟ بتعرف هيثم كأنه نحن نسينا فادي. لك انا انسى فادي لك يا حاج ماجد. لك فادي بيبقى ابني بس بدي اياه يتربى. معلش خليه يتحول على المحكمه وساعتها انا يعني بعمل له توكيل وتعهد وطالع. بدك تركه يتحاكم؟ شو بدك يعني اعمل لك؟ ادفع رشوه وطالع؟ ملكك عم تدفع رشوه لوضاح. وضاح وراه ملف بس ابني ما في من وراه الا وجع الراس. بتصدق يا ماجد بشرفي بلش قلبي يوجعني عليه. والله معك حق بيوجع القلب. اخي لا تاكل هم وضاح، انا بدبر لك المصاري. ايه كثير منيح يا ماجد، هلا ريحتني. احسن ما اخذ مصاري من البيت وتدرى اني سمر اخذت هاي المصاري لادفع رشوه. الله وكيلك ما عاد اقدر احكي قدامه بالمبادئ نهائيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا ماجد يا سلام. يا سيدي شكرا لك. مزبوط هذا هو الملف. اكيد هذا هو الملف. ولو يا هيثم عم بعطيك شغله ترجع لعندي. خبرني شو قال لك وضاح؟ ما قال لي شيء، قال لي سلم عليه. ايوه بتعرف لك ماجد اخر شيء كنت فكر فيه اني ادفع رشوه بصراحه. وانا كمان. صحيح ماجد انا ما سالتك منين امنت المصاري انت؟ لا كنت انا شايل مبلغ هيك بسيط مشان اتزوج، خاصه بعد ما شفت علاقتك انت وسمر بالبيت بطلت. يعني انا جد هذا المعروف ما بنسالك ياكل العمر. متاكد تماما يا ماجد كل شيء دفعته رح يرجع لك. بس معلش خلينا ننتظر كم يوم لحتى تبرد القصه شوي. لك خلص هيثم ولا يهمك، المهم يزبط المخطط يلي ببالك. بس انا وصاها لا 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 ما فيش ما فيش.